يعني يا الاستاذ ده اسماعيل صحيح. عبد الحافظ، يا الاستاذ محمد فاضل، يا الاستاذ يحيى العالمي، يا يعني كان بيحصل كده. وعاده كان شغلي مع عمار الشريعي وسيد حجاب والأبنودي، هو يعني كان بيبقى مطلوب كده الفريق ده على بعض، الثلاثي ده على بعض كده، طبعا لدرجه انه يعني بيني وبين عمار مثلا مش اقل من 800 اغنيه. وبرضه عشان اشرح للناس ليه 800 او اكتر كمان، يمكن او اكتر، انه المسلسلات اللي عملناها سوا ما بتبقاش مقدمه ونهايه بس، كان في جواها اغاني، جواها اغاني بتعلق، صحيح اغاني صغيره صح، دقيقه ولا دقيقه ونص، لكن في مؤلف كتبها وملحن وموزع وموسيقيين واستوديوهات ومهندس صوت، يعني فهي اغنيه. فالكم ده من التترات اولا كان مكفيني ومكفيني لغايه يعني لغايه ما اموت، وبعدها هيفضل تفضل تترات ما دام في قنوات بتتفتح ومسلسلات بتتعاد. في اكثر من 120 مسلسل عملته، منهم مسلسلات مثلت فيها كمان، مش غنيت بس. فدلوقتي بقى في قول من 10 سنين فاتوا بقى في جيل تاني من المخرجين، من حقهم ان هم يختاروا جيل تاني من المطربين اللي هو جيلهم هم. يعني هيقول ايه اللي كان محمد فاضل ويحيى العالمي واسماعيل عبد الحافظ ومجدي ابو عميره بيجيبوهم، طب ده جيلهم، فاحنا نجيب جيلنا من المطربين، وده حقهم الحقيقه، وده اللي حصل. لكن كمان في السكه جات لي مسلسلات، تترات مسلسلات ما هياش شبه اللي انا كنت بعمله قبل كده، لا ككتابه ولا كالحان. يعني انا دايما ببقى فخور جدا وفرحان بذئاب الجبل وعبد الله النديم وما تمنعوش الصابئين عن صدقهم والمال والبنون والرحايا وشيخ العرب همام، يعني كل الحاجات دي بالنسبه لي فرحان ان انا غنيت الحاجات دي، لدرجه ان في مسلسلات يمكن الناس مش فاكراها بس فاكره تتراتها. طبعا. وزي ما انت قلت مش تتراتي بس، يعني ممكن تبقى الناس ما شافتش كل ليالي الحلميه او زيزينيا، لكن فاكره التتر اللي غناه محمد الحلو.